دكتوره ناديه رضوان، استاذ علم الاجتماع بجامعه قناه السويس. دكتوره ناديه، مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا. يعني المعالم الاجتماعيه للاماكن اللي بيتمركز فيها او اللي بيختار الاخوان الان التمركز فيها او كانت مناطق تمركزهم، كيف يمكن خلخلتها؟ والله هو بصي، هو في تراكمات خلال العقود اللي فاتت طبعا خلقت هذه الظاهره. اللي قبلي ذكروا العديد منها، يعني الفقر المدقع، التعليم الهش، التعليم الديني على فكره عليه معول كبير قوي، المعاهد الدينيه والمدارس الدينيه اللي المنتشره في ارجاء الجمهوريه. كم هائل من المعاهد والمدارس في الصعيد وفي النجوع وفي القرى ما فيش عليها اشراف، اللي بيتولى التدريس فيها او التعليم فيها مجموعه من قد يكونوا خريجين ازهر ولكن مستندين الى التراث او كتب التراث التي يعني للاسف كلنا نعلم انها مليئه باشياء تخرج عن الدين الاسلامي الصحيح. نعم. وبالتالي احنا هذا هو النبت اللي اتزرع، وهذا هو الطرح اللي احنا بنحصد ثماره هذه الايام. الشباب المغيب المقهور اللي عايش مش حاسس بوجوده، طبعا البطاله، العمل او صعوبه فرص العمل، العشوائيات، الحياه اللا ادميه اللي هم بيحيوها بتخليهم اسهل او فريسه سهله ان احنا نستقطبهم عن طريق اللي مش هتلاقيه في الدنيا هتلاقيه في الاخره. الدفاع عن الاسلام، الوعد بالجنة وحور العين، كل هذه الأشياء خلقت عندنا هذه الظاهرة. في علم الاجتماع بقى، كيف أستطيع أن أنا أخترق هذه التراكمات؟ هي تراكمات، ما أنا قلت لو عصر مبارك مجرم في شيء فهو مجرم في أنه ترك هذا يعني هذا العبث بقيم الناس وبدينهم وبأفكارهم وبتعليمهم طول السنوات اللي فاتت دي. لكن إزاي بقى يعني علم الاجتماع بيقول إيه في اختراق هذه التمركزات واختراق كل التراكمات دي؟ بصي، اللي احنا شايفينه حاليا عرض لمرض. طبعا ده عرض. اخترقه ازاي؟ هو اوريدي حدث او حصل في عده عقود خلال سنوات عديده، من الصعب قوي ان احنا نخترقه او ان احنا نتعامل معاه الان الا بطرق. يعني اولا فين الاحزاب؟ فين النشطاء السياسيين؟ يعني المفروض دلوقتي زي ما حضرتك قلتي من شويه ان ده دورهم ان هم ينزلوا، ودي كلها على فكره حاجات هامشيه ومن فوق الوش. احنا المفروض نبتدي يعني ناسس لدوله مختلفه، فيها تعليم مختلف، فيها اعلام مختلف، فيها خطاب ديني جديد ويجب ان يتم تصحيحه، ونبتدي نشتغل عليه من دلوقتي. لكن كون ان احنا الولاد اللي هي موجوده في المطريه او في كرداسه او في حلوان، الشباب اللي هو يا اما مغيب يا اما ماجور، ما عندنا عنصرين، يا اما مغيبين لان كان في نبش في دماغهم جامد. على فكره انا هقول لك، انا في شعر انا كاتباه بقول ايه، النبش كان جوه الدماغ شغال بفن وهندسه، وما فيش طريق للنباشين جوه العقول اللي اتمشى شي لو بسكر ولا زيت، لجعان معوش تمن العشاء او كلمتين متزوقين في الدين وحب الدروشه. والنبش كان على كل لون، والناس يا عيني مغيبون، ما هو بالفتاوي تاكل عقول وبلقمه راح تكسب زبون، تكسب زبون تايه غريب ملهوش وجود زي الهموش، تكسب زبون غلبان فقير عايش بقرش ما يكفيهوش، وجيت تميل يوم عليه بكلام كبير ما بيفهموش لو على النعيم او على الجحيم ازاي بقى ما يصدقوش، ده ساعتها لو هتقول له ايه يمسك في ديلك ما يسيبوش. والأرض لما النباشين هتقول شمال وتقول يمين، كل الزباين اجمعين من غير كلام هتقول امين، اصل القطيع دايما مطيع باشاره يجي وفي السريع ويقولوا حي على الجهاد طلبك اوامر يا بديع. يعني شوفي حضرتك مش بس استاذ علم اجتماع، انت شاعره كمان. يعني بحاول كده. طيب يعني طب نرجع تاني لكافيه يعني علاج المرض. الفقر وانعدام الوعي. عالج الفقر بالغاء العشوائيات، الحياه اللا ادميه اللي بيحيا فيها الفقراء. حياه لا انسانيه، لا ادميه، شعور على فكره بالقهر والحقد والغل.
يعني هما لما بيخرجوا بيمسكوا الطوب او بيمسكوا المولوتوب هو بيضرب كل الحياه اللي افقدته كل شيء واللي ما ادتلوش حاجه. بالظبط، اللي هو ما خدش نصيبه. الناس عايشه ليه كده وانا عايش ليه كده؟ جواه ذل وحقد وشعور بالدنيه والتهميش. صحيح. احنا نقضي على ده، المفروض ان احنا يبقى عندنا فجوه طبقيه هائله. نعم، بشكرك دكتوره ناديه، بشكرك شكرا جزيلا.